أنا عارفة إنها مفاجأة مش بسيطة، بس أنت مضطر تصدقها وتقبلها بسرعة لأن للأسف أنا ما عنديش وقت. أمين كان متجوز على يسرية. أيوة أنا كنت موظفة عنده في الشركة، طلب إن إحنا نتجوز في السر وأنا وافقت. جواز مدني موثق في الشهر العقاري. اتفضل. ده قبل ما أرحل بسنة تقريبا. تقريبا. طلب مني إن إحنا ما نخلفش. وأنا بعد جوازتين فاشلين مفيش واحدة فيهم عمرت أكتر من 10 شهور، شفت إنه العرض مناسب جدا بالنسبة لي. وهو كمان على فكرة كان طيب وحنين قوي. افتكرت إني خلاص أخيرا لقيت شريك حياتي وارتحت. سبت الشغل وقعدت في البيت. وبعدها حصل اللي حصل. اوعى تفتكر ان انا طمعانه في ورث ولا حاجه، لا سمح الله. امين ساب لي اللي يكفيني وزياده، ودي مزرعه ابويا زي ما انت شايف يعني. واضح واضح. حضرتك عايزه ايه يا سلوان؟ انا عاوزه امين يرتاح في تربته ويبليغ. طب ليه كلمتيني انا بالذات؟ وليه استنيتي الوقت ده كله؟ ما كلمتيش ليه بعد ما ماتوا على طول؟ عشان هو اللي طلب مني كده. امين كان بيحبك قوي يا بليغ، بيتكلم عليك كتير، قال لي قد ايه انت اتظلمت وسافرت في ظروف صعبه، وصاني لو جراله حاجه اضطريت الجا لحد الجا لك انت، عشان انت اكتر واحد عنده قلب في عيله ابو الهنا كلها. اكيد يعني ما كنتش هروح لحاجه يسريه ولادها كانوا ياكلوني حيه زي ما انت عارف. اكيد. طب افرضي ما كنتش انا رجعت دلوقتي، كنت هتعمل ايه؟ قعدت شهور بدور على طريق اوصل لك بيها في اوروبا. الحقيقه اني خفت وترددت كتير، بس اول ما عرفت ان انت جيت ما صدتش لحظه وكلمتك على طول يوم ما وصلت. طب منين عندك تاكيدات ان هما ماتوا مقتولين؟ اديك وصلت بنفسك لاكتر من خيط يا بليغ. الفرامل والتقرير والسواق اللي اختفى في اسكندريه والناس اللي بعتوهم وراك يضربوك ويهددوك انت والاستاذ منتصر وعمك جابر. رؤوف رمضان؟ لا، رؤوف مجرد اداه لحد اكبر واهم وقريب منك برضه. امين قبل ما يتوفى بفتره كان حاسس ان في لعب كبير بيحصل من ورا في السوق، مش مجرد تنافس شريف ما بين تجار ومستوردين. في شركه جديده ظهرت في السوق كانت عايزه تاخد منه اكبر توكيل بيحقق له مكاسب. شك في اخوه وفي اقرب الناس ليه، وقدم عرض لتجديد التوكيل بشروط محدش يقدر عليها غيره. وده كان السبب في وفاته وهو فاضي. انا حاولت اوصل لاصحاب الشركه دي لسه ما عرفتش. انا بقى سبقت. مؤسس الشركه دي صاحبك القديم عبد الله مختار يا بليغ. عبد الله مختار شركته اخذت التوكيل بعد وفاه امين على طول. هو المنافس الاساسي ليه. قتل أمين وفاطين عشان طمعان في شوية فلوس زيادة؟ وبيحاول يداري على الحقيقة من يومها عن طريق الراجل بتاع القانون. رؤوف رمضان. بالظبط. لو مش مصدقني تقدر تتأكد بنفسك. أديك عرفت يا بليغ. تقدر تاخد حق إخواتك. حضرتك هتعمل إيه؟ أنا مسافرة كندا عند أخويا. الحياة هنا خلاص ما بقاش ليها أمان بالنسبة لي. يعني اعمل زي ما انت عملت زمان. انا للاسف مضطريه امشي عشان ميعاد الطياره، بس في حاجه مهمه جدا لازم اقولها لك قبل ما امشي. تمام. وصيه سابها لك اخوك امين بخصوص حقك القديم. فعلا. هو الحقيقه ما قاليش ايه هو حقك القديم، بس قال لي ان الورق اللي بيثبت حقك ده موجود. فين؟ ما قاليش، بس قال لي بليغ شاطر وحارج وما يتخافش عليه. طيب يا مرات اخويا، تليفوني معاكي، اي شيء تحتاجيه تكلميني على طول. لما ترجعي مصر بيوتنا كلها مفتوحه لك. شكرا قوي، فرصه سعيده.